والتصريحات الإسرائيلية ومردودها على استمرار أمد الحرب في غزة. شكرا جزيلا لك. نروح بقى لملف تاني، ملف الصحة. بالتأكيد في ناس كتير جدا جدا ومع تربية أو بيحبوا يكون عندهم دائما في البيت، سواء ما كان بقى نوع يعني نقدر نقول ايه الكائنات اللي هيربوها، يعني قطط، كلاب، بغبغان، عصافير، مش عارفه، سمك، حاجات كتير جدا جدا. ودي احنا مع القصه دي ومش ضدها بالتاكيد، ومع حب الحيوانات ومع ان احنا نعملها كويس، لكن واحنا بنتعامل معاها لازم يبقى عندنا بعض المعلومات، معلومات مهمه جدا خصوصا لو عندك اطفال في البيت، خصوصا واحنا ده في فصل الشتاء، ودايما في فصل الشتاء اللي بيبقى فيه بيزيد بشكل كبير جدا امراض الحساسيه خصوصا بين الاطفال، في نقل الفيروسات. هل الحاجات دي بيبقى لها تأثير على نقل الفيروسات ما بين الأطفال؟ هل مثلا الطيور، الريش، الشعر بتاع القطط، الكلاب، الحاجات دي لها تأثير على أطفالنا؟ إزاي نتعامل مع الموضوع ده بشكل صح؟ لأن للأسف في بعض العائلات، ودايما بنأكد على القصة دي، بيجيبوا حيوان بيبقوا مش عاملين حسابهم على الموضوع ده، ونلاقي بعد فترة بعد ما بيربوه في البيت وبياخدوه إيه فيبتدي الدكتور يقول لهم لا ده عامل حساسية للطفل، ف نروح سايبينه في الشارع، او ان هو يودي له بيت بديل او ما شابه. لا، لازم نعمل حسابنا من الاول، لازم يبقى عندنا المعلومات الاولى دي، ازاي ان احنا نتعامل مع وجود اي مكان الكائن اللي انت هتربيه، تعامله كويس وتعامله كل حاجة. لكن في نفس الوقت مش على حساب صحتك بالتاكيد، ومش على حساب صحه طفلك، فلازم تبقى عارف المعلومات دي قبل ما تجيب الحيوان اللي انت هتربيه. خلينا نعرف المزيد من المعلومات، ايه الحاجات اللي ممكن تربيها، ايه الحاجات اللي ممكن تزيد من نقل نقدر نقول يعني امراض الحساسيه بشكل مختلف للاطفال. خصوصا معانا على التليفون دكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك وسنه سعيده ان شاء الله على حضرتك. صباح الخير يا اسماء، كل سنه وانتم طيبه وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. صباح الخير يا ايه، كل سنه وانتم طيبه. كل سنه حضرتك طيب ان شاء الله. طيب. خلينا نبتدي مع الاول القطط والكلاب، علشان هم الاكثر انتشارا اكثر من الطيور، سواء كان العصافير او ما شابه. القطط والكلاب الشعر بتاعهم هل ممكن يزيد بشكل ما من نقل الامراض اللي هي الخاصه بالحساسيه، سواء كانت الحساسيه الصدريه او ان الشعر بتاعهم بيجيب بعض الامراض؟ بالتاكيد طبعا، تربيه الحيوانات الاليفه زاد في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني عايز أقول لك معظم البيوت دلوقتي فيها قطط وكلاب. الشعر والفرو بتاع الحيوان والجلد بتاعه واللعاب والبول، دول أكتر حاجات فيهم بروتينات بتسبب تحسس عند جهاز المناعة لدى كثير من الناس، خصوصا الأطفال. فبتعمل تأثيرات، التأثيرات دي لو خدناها على الجسم من فوق، من بداية من العين، بيحصل في العين، بيحصل زيادة الدموع بتاعت العين، بيحصل فيها حكة واحمرار، بيحصل كمان انتفاخ للجلد اللي تحت العين ده. أول ما تبان الحاجات دي تعرفي على طول إنها حساسية منه. تنزل بعد كده على الأنف، يبقى في سيلان في الأنف، يبقى في عطس، يبقى في حكة في الأنف، يبقى في رش خلف الأنف من ورا، وده وضغط على منطقة الأنف كده، بيحس دايماً إن في ألم لما يدوس على المنطقة بتاعت الجيوب الأنفية. أيوة. بعد كده لو تسبب هذا الفرو او الشعر او الجلد في الام في الصدر، صعوبه في التنفس، وصوت زفير كده وهو نايم، وفي صعوبه في النوم لانه مش عارف ياخد نفس كويس قوي. ناهيكي بقى كمان عن التاثير على الجلد نفسه، بيبقى في حكه جلديه، اكزيما، بيبقى في طفح جلدي بيبقى موجود على الجلد من بره. فدي كل دي حاجات بتؤثر على المواطنين، وخاصة اللي عندهم حساسية من تربية الحيوانات الأليفة. زي ما احنا شايفين في الصورة قدامك، القطة بتلعب بلعابها في جلدها وبعد كده يجي هو يلمسه، فطبعا دي حاجات خطيرة جدا جدا لابد ان احنا ناخد بالنا منها. من بس لازم نأكد ده للناس اللي عندهم حساسية مفرطة، يعني مش اللي هو مش كل اي حد يعني هيربي عنده قطة هيبقى عنده كل الحاجات دي، ولا اي حد. لا، هو اي حد قابل ان هو عايز اقول بقى في نظرك لحاجه، هو ممكن يبقى عنده حساسيه. طيب ما عندوش حساسيه، بس من كتر التعامل مع الحيوان بطريقه مش لطيفه او زياده في القرب وزياده في الاحتكاك معاه، وانه يلعبه باللعاب بتاعه، ان هو يعمل يلعبه بشكل مبالغ فيه، ممكن البروتينات دي تخلي فيه تحسس لجهاز المناعه بتاعه. علشان كده بنقول يا جماعه كل حاجه بحط و بخير الامور الوسط. طبعا تلعب مع الحيوان بتاعك بشكل لطيف،
بحس بلاحظ ان في ناس بتلبس الكلب بتاعها لبس، ده شيء لطيف جدا بيقلل من احتكاك ما بين الجلد والفرو بتاع الحيوان وايدك وانت بتلعب معاه. نسيتوا تشتروا اللبس يعني اي حاجه صغننه بتاعه طفل صغنن عندكم هتمشي يعني. الحاجات طيب. الاقل لما بيفصل الحاجه تلبسه كده تخليه في حمايه من ان هو يلمسه بشكل مستمر. طيب الطيور بقى، لان انا اعرف ان هو الطيور دي اللي بتعمل مشاكل اكبر للجهاز التنفسي بشكل كبير يعني. الطيور نفس الفكرة ولكن بجهاز تنفسي أكثر. يعني الطيور الريش بتاعها تطلع منه بروتينات بتتطاير تخش على الجهاز التنفسي، وخصوصا انها حاجات بتبقى دقيقة رفيعة قوي، تعمل ضيق في التنفس، تعمل ضيق في الشعب الهوائية، ألام في الصدر، ما يعرفش ينام كويس من ضيق التنفس اللي عنده. الطيور طبعا علشان الريش بتاعها بيتطاير أسهل طبعا. طبعا شكرا دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. ربوا الحيوان بتاعكم، بس زي ما بنقول كده ايه، كل حاجه في الحدود المعقول لطيفه، مش لازم كل يعني نخلي نفسه في نفسنا طول النهار والليل والشعر بتاعه يجي في عينينا ويجي في يعني، بس ما تسيبوهوش في الشارع اوعى.